تحية خير وحب وسلام مشاهدين الكرام من مهرجان الظفرة، أرحب فيكم في حلقة جديدة ومتجددة من سؤال الظفرة. مشاهدين الأعزاء، مع سؤال جديد ومتسابق جديد من سؤال الظفرة، أرحب بأخونا. تعرف عليك عيسى بكم. يا مرحب أخوي عيسى. عيسى من سؤال الظفرة، تعودنا مع متسابقيننا يعطونا انطباعهم عن المهرجان ويعطونا شويه ارائهم، شو اللي شافوه في المزاين. والله مثل ما تشوف يا خميس، انت الجمهور للمزاين يكفي الاعلام ما يعطي اراء عن المزاين، كثافه الجمهور تبين على نجاح المزاين ما شاء الله تبارك الرحمن. والله ما قصر الاداره، ما قصرت على تريد النظام، اشياء يبادرون فيها كل سنه زياده عن قبل. الحمد لله، الحمد لله، الحمد الشاكرين. السلام ورحمة الله. تعرف عليك أصيلة. يا مرحبا أخت أصيلة، الله يحييك. السؤال يقول، ما المقصود بالصيحة؟ دمعة. صيحة دمعة، احنا نقول هذا الصيحة نافذ. لا، بعطيك خيارات. منادات الطير ولا منادات الإبل ولا أذى غضب للإبل؟ يعني هم يقولك صاح. نعيد هنا اسمه. منادات الطير ولا منادات الإبل ولا إذا غضب على الإبل؟ شو هي؟ إذا غضب من الإبل. ما تنفع الثانية؟ إنزين، الثانية ما تنفع؟ منادات الإبل؟ ها؟ أوكي. شو رأيك فيها؟ أوكي يعني منادات الإبل وإجابة صحيحة. صبحتي معنا جهاز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. شكرا. تعرف عليك محمد غالب. أبا نفس الابتسامة اللي كانت قبل شوي في الممر تطلع على الكاميرا إن شاء الله. أيوه. سؤالنا عن الطاقة النووية، في الطاقة النووية كم محطة للطاقة النووية السليمة؟ كم عدد المحطات الموجودة؟ ثلاثة ولا أربعة؟ عن ثلاثة ولا أربعة؟ هي الخيارة تقول لك ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ أربعة. مو بخمس؟ أنا اللي أعرف أنها خويك صالح. زين، تعال صالح ساعد خويك. بعته سيدة؟ لا ما بعته. ها عيل، تعال وقف عدالة. كيف اشدراك؟ هو قال أربعة، أنت قل خمسة. خلاص خمسة. أنت خليك على الأربعة. لا نسيت واحد الحين ذكرته. أي واحد؟ عدد لي اياهن. زين، انا الاساميهم قدنا فتره من الدراسه نسينا. كيف نسينا الاسامي؟ قلت انت. انا قلت كم عدد المحطات؟ أربعة. خليك متوثق على الاربعه. صالح، دوم انت غلط وهذا صح، واجابته صحيحه، اربع محطات نوويه. سؤالنا بسيط. هات اللي عندك. وجائزته مقدمه من الطاقه النوويه، مؤسسه الامارات للطاقه النوويه. وسؤال، ما دام احنا تكلمنا عن الظفره، متى انطلقت الدورة الأولى من مهرجان الظفرة؟ 2007. 2007. هي مش موجودة عندي في الخيارات. الخيارات عندي 2005، 2008 ولا 2007. 8 لا. ها؟ 8. 8؟ توك الحين 2007. 2007 يا 2008 نزلين الكروزر بدعامية أذكرك. مفروض كانت وصايفة هيك الأيام صح ولا؟ ولا ما هي؟ والله شوف اصبر. ها 2000 و... خلني حاسب، اصبر خلني حاسب اللي فايزات قبل عشان اتذكر. ما شاء الله تبارك الرحمن. وذكرتني انه مسلك اليوم على الشوطين بعد. 2006. 2006. لا، الاجابات اللي عندي انا 2005، 2008، 2009. انطلاقة دورة الظفرة. ها؟ انت مساعد تقول لي 2007 يا 2008. 2007 مش موجودة. 7 و8 و6. زي 7 مش موجودة. عندي الخيارات 2005، 2008، 2009. شنو اختار؟ مش حاطط لك انا من تحت لفوق. ما زين زين، اطلع خطوه فوق يمكن تضبط وياك. 2009. انت طلعت شي جنب خطوتين. ما شي بك. لا، انت مو انت قلت لي 2008. 2008 اجابه صحيحه، وربحت معانا جائزه من مؤسسه الامارات للطاقه النوويه والناموسه.
مشاهدينا الكرام فاصل وراجعين لكم. Hi, I'm John from US, Las Vegas. First time here and enjoying seeing the camels. Pretty cool seeing the camels up close. I've never seen those before. We're having an absolutely awesome time out here. We really like visiting the UAE and it's a really cool place to be. I love the camels. They're a fun time coming out and seeing them, riding them. It's a lot of fun. You don't get that at home. Really opened my eyes to see how beautiful this country is and how well they treat things. It's a lot of fun to visit here. Just don't come in the summer because it gets way too hot. Come in the wintertime when it's a lot cooler. The camels are amazing. It's my first time seeing a black camel. I did not know they existed, so it's pretty awesome. It's a great place to visit. It's a lot of history, and there's also a lot of new stuff, new technology. So it's an amazing place to come and visit. Stuff like the Camel Festival, the food, the architecture, the mosque. It's a great place to come and check out. Work a lot with animals at home, and so I love learning more about camels, because in the States we have a few camels, but it's not that popular out there. So just learning more about the different types of species and this kind of the heritage of the country. It's a beautiful place. The streets are very clean. It's very wonderful. The people here are extremely nice. The food is amazing. And, I mean, everything about this place is very nice, and so very hospitable people. This is really my first exposure to Arabic culture. You know, we don't get a whole lot of this in the States. I very much enjoyed visiting the Grand Mosque in Abu Dhabi. I've enjoyed visiting downtown Dubai, seeing how much we have in common, Western culture, and here in the UAE, I've also enjoyed seeing the differences and learning about those differences. It's very rich culture over here, and I think it's a great experience to come here and to learn about the people of the United Arab Emirates, their heritage, their history, and where they come from to get to this point. And I think learning about their culture and sharing our culture with the people of the United Arab Emirates as well will just make everybody overall better people. مشاهدينا الاعزاء، سؤال جديد ومتسابق جديد. تعرف عليك. اسمي سلام منصور. سؤالنا من تقدمة الطاقة النووية، والسؤال يقول ما هي التغرودة؟ سمعت عنها التغرودة؟ نعم. يحتاج خيارات ولا تعرفها سيدي؟ خيارات. عطنا خيارات. يعني ما توك تقول اعرفها؟ اشعارات. يقول لك من انواع الطب الشعبي ولا منطقة ابو ظبي ولا اهازيج واشعار؟ اشعار. اهازيج واشعار؟ نعم. مش منطقة ابو ظبي؟ لا. أكيد أنا ساكن من شلامي منطقة أبو ظبي ولا أهازيج؟ أهازيج وأشعار. أهازيج وأشعار. نعم. وإجابة صحيحة. بحث معانا مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. متسابق جديد اللي ما قال لي بشارك معاك، نتعرف عليك. سعيد مبارك. ونعم يا اخوي. مالك صوت سعيد؟ عندنا اسئله بسيطه بحكم انك انت الوحيد اللي ما قال لي بشارك. انا يقول لك يا طويل العمر، سؤال مقدم من مؤسسه الامارات للطاقه النوويه. ايوه. يقول لك السؤال، مسؤوليه تشغيل وصيانه محطات براكه للطاقه النوويه بعد اكتمالها، هي شو اسم الشركه اللي بتكون مسؤوله عن الصيانه؟ اعطى اختيارات. خلينا الشركه. هو خيارين، شركه براكه الاولى ولا شركة نواة الطاقة؟ نواة الطاقة. مو براكة؟ أخويك يقول لك براكة. براكة روى. سيدة يعني؟ سيدة رهيب. براكة فيها نووي. ها؟ براكة فيها نووي؟ فيها. أزين أوكي، نحن هاي براكة المفاعل اسمه براكة. مصدر. حلو. مصدر. ما شاء الله في ثقافة يعني. الهوس تحرمها يعني. من الآخر يعني. زين نرجع مرة ثانية، شركة براكة الأولى ولا شركة نواة الطاقة؟ ما براكة. براشد بيوهك.
غرز براشد خلي ورا مغرز. شي شي ثاني اللي قلت انا؟ انت ما قلت شركة نواط الطاقة صح؟ هي هي اكيد؟ نعم. اخويك؟ ما عليه. اسحب عليه؟ اسحب عليه. واجابة صحيحة شركة نواط الطاقة. سلام. مشكور. يحيى عندنا اسئلة بسيطة. في جوايز؟ اكيد. تفضل يا سالم. وكاش يا ابو سالم. وين خويك اللي كان بيظهر؟ بطلع مساء. ما جاب فلوس؟ ما جاب فلوس شبعان. شبعان. هو يا ابني قال لي انا بصور واخر شيء يعقلي انا. اكيد. اسال. السؤال يقول لك عنده تشغيل واكتمال كافة المحطات. ايه. براكة للطاقة النووية فإن المحطات ستعمل على خفض ملايين الأطنان. نعم. بيشغلون المفاعل النووي. صحيح. حلو الكلام. من انبعاث الكربونات تقدر بكم؟ بالملايين ولا بالملايين؟ عطني اختيارات. الخيار الاول يقول لك 6 مليون طن ولا 13 مليون طن ولا 21 مليون طن. شو تقول؟ لا تقول انت، انت اللي بتاخذ الجائزه. انا علي اعطيك السؤال. 13 مليون طن. 13 مليون صح؟ نعم. خويك هذا قال لك ويأشر لك صح؟ لا خوي انا انسى اللي ورا هذا. انا استوعب الاجابه من وجهه. من وجهه هو. ايه ركز وجهي انا وانا بعطيك الاجابه الصح. عطني اختيارات ثانيه. اوكي هلك شو الاجابات؟ قلنا 16 مليون. حلو. وانا ما قلت مليون. صحيح. اوكي. 21. اللي عقبه 21 مليون. الاجابه 21 مليون طن يا اخي. بس انا اختبر معلوماتك. تختبر معلوماتي. انا وانا معلوماتي تقول اجابه صحيحه. مبروك يا ابو سالم. جزاك الله. ومشكور يا ابو سالم. الله وجهك ابيض. تعرف عليك؟ جاب المري. كيف الحال؟ شو تبغى؟ اي نوع سؤال؟ اي سياره. ها؟ سيارات. سيارات؟ شو رايك بالمهرجان جابر؟ من الاخر؟ مية مية. واحلى هديه من مؤسسه الامارات للطاقه النوويه ومن دون سؤال. صدقوا لي يا جماعه. مهرجان الظفره جسر من جسور الثقافه الاماراتيه الاصيله. تريونا غدا في امان الله.